لا نشيل الورق كده مع بعض كده، اهو ورق كده بص متلزق فين على الورقه، بنبدا نلزقها وبنغطسها من تحت كده اهي، ورقه كده بص، والامور الحمد لله اهي، ادي فكرتها اهي بص، ندخلها وبعد كده باغي او حاجه تبدا، مش تدخل ورقه وترفعها وتسيبها، لا ما ممكن تريح لك هنا، فانت بعد ما بتلزق هنا بتعمل عمليه ايه، بباغة كده او حاجه بلاستيك تبدا تخلي اللزق يرفع يبعد عندي. وهنا كده ده بردك ايه، لزق مبروم كده اهو، بنبرمه عشان خاطر ايه يبعد الكاوتش عن ده. نبدا نشده تاني كده اهو بعد عمليه الرش اهيت اهي، بس كده الحمد لله اللي جوه هنا كده تحتيه رش والامور هنا تمام، دي لازقه طبعا برضو نشيلها. تسلم ايديكم يا رجاله. ده ورق، ورق كده هو مش لازم بقى فوم او اي حاجه، ورقه عاديه كده، بنبدا ايه المكان ده. وهنا كده بصوا اللزقه دي ورقه اهي، طبعا لو تاخدوا بالكم اللزقه هنا احنا ما جيناش هنا باللون، ما جيناش هنا باللون، اللون كان في الجزء الخلفي ده بس، هنا البلندر او البليندنج. ناخد بالنا الحمد لله من شكل الورنيشه، الامور تمام. اللي حابب بقى يشوف الفيديو تفصيل هتلاقوه ان شاء الله عندكم في الوصف. نفتح الباب هنا كده بردك، الورقه بص متلزقه منين عشان خاطر الشفره تترش من هنا كده اهو، نخلي دي حره دي تترش اهي. هنا عظم الباب ده لزق، ليه بنخليه لزق؟ علشان لو ورق، لو لزقت ده ورق بالشكل ده ممكن الورق ده النفخه بتاعت الورقه دي تخبط لك هنا تمنع لك ان الورنيش ينزل هنا اهو، انما لما يكون لزق بص، بص اللزق، اللزق بيعمل ايه؟ ما ب... اهو بص دي بتبقى واضحه بتترش معاك، وممكن وانت بترش ده ورنيش تاخدها وش لوحدها كده ايه، في اول وش مثلا او في ثاني وش لوحدها كده اهو. هنبدا نشيل اللزق ده كده اهوت، هنا كده نفس الفكره، هنا بص هنا كده اهوت، بص اللزقه مقلوبه منين؟ من جوه هنا اهو، لزقه مقلوبه مش لزقه حاده، لازم لو كنا موضحينها اللي هي دي، هي دي لزقه مقلوبه كده اهو، بنمسك اللزقه دي اهي، ده الجنب اللي ما بيلزقش، بنمسك دي بقى كده اهو، نتنيها اتنين كده، وهتبقى من هنا لزق ومن هنا لزق. ونلزقها منين؟ من على السن بالظبط، شايفين السن؟ هنا في دوسره، يعني هنا لو ناخد بالنا بص في لفه اهي، بنخلي اللفه دي الدوسره الصغيره دي ترش، يعني بنلزقها من عليها من جوه كده، مش من هنا ولا من هنا، لا من على الدوسره بالظبط كده، بحيث ان انت بترش دي حتى لو خدت لون ورنيش مع عمليه الكومباوند. هنا بص في صمغ، بتبدا بالكومباوند كده او حته الصنفره 2000، يعني بص هنا بص هنا بص هنا، تلاقي الامور الحمد لله تمام ازاي اهي. بص دي الدوسره، دي هنا في دوسره او شفه، مكان التصنيع بيكون فيه ايه تطبيعه كده اهو، بص اهو انت بتشيل كده اهوت اهي، تلاقي كل ده صمغ كده، يعني حتى مش محتاجه ولا حتى قضمة بولي شاي، تلاقي الامور الحمد لله تمام. انما هتلزق من هنا في بعض الحالات ممكن، في بعض الحالات ممكن، وبتاخدها لوحدها مثلا، ولكن ادام ده نضيف معاك ما تدخلش على الشفه بالكامل، لا من على السن بالظبط كده اهو، اهي من على الكيرف ده، الكيرف ده يعني ايوه كده، انتوا خدتوا بالكم من ميلان اهو، شايفين الكيرف ده، ده بيترش، ده بيمشي عليه قطن بولش كده، قطن كومباوند كده، والامور الحمد لله تبقى تمام. وهنا كده ورقة اهي، ورقة كده بنحطها كده اهي، نشيلها تاني كده. وهنا وادي العظم هنا اهو، بردك العظم هنا نفس الكلام، بصوا اهو نشيل اللزق كده اهو، اهو بردك ليه؟ لان ده لو ورق هيخبط لنا هنا اهو، يعمل لنا هنا كده اي حكاية واي رواية. وفي ناس بتجيب ورق بتلزق دي ورق، تخليها ورق وتبدا ترد الباب وما تلزقش اي حاجه هنا، بيعتمد ان الورق بيخبط هنا اهو بيخلي ده ترش معاه وكلام من ده، ولكن ما يعني ما انصحش، خليها ايه افضل يعني عشان تريح دماغك. هنا اهو لزق اهو، تشيله كده اهو العظم كده، الحمد لله ايه الامور ايه تمام. اي حاجه في اللزق يعني هتريحك ان شاء الله في عمليه الفينش.
وهنا كده لو ناخد بالنا، بصوا الدواخل هنا ده مش متلزق، ده ما بيتلزقش. بصوا كده يا رجاله اهو، بصوا كده الامور الحمد لله تمام، ولا في اي حاجه اهو. هنا اهو الامور الحمد لله زي الفل، مفيش حاجه دخلت. ليه؟ لان انت هنا ملزق. بص ايه، انت ملزق الكاوتش ده. بص الكاوتش ده، دي ميه من ايدينا. بص الكاوتش ده انت بتلزقه اهو، بتدخل اللزقه، تدخل اللزقه كده اهو وتلزق الكاوتش. فبالتالي ادام الكاوتش اتلزق، بص الكاوتش بينزل هنا، ده اللزق مع الكاوتش. الكاوتش مصنع ان هو يمنع اي حاجه تخش جوه، فبالتالي اكن ده فوم تيب. ولكن انت ايه اللزق ده تشغيل دماغ يا رجاله، يعني صنعه وكل حاجه ولكن تشغيل دماغ اهو. بص اللزق مانع اي حاجه تخش جوه، وعلى الباب هو شريط او شريطين لزق هنا كده وخلاص. نبدا نشيل اللزق كده اهو. بس كده خلاص، ايه زي الفل كده، الامور الحمد لله تمام. هو طبعا اللزق احنا عارفينه، وبنبدا اللي احنا واحنا بنرش ورنش بنقلب المسدس، ودي لزقه بننزلها كده اهو، بتخلي اللزقه على قد الازاز بالظبط، يعني ما تخليش اللزقه تنزل على الاخر وترجع تعمل كده ماشي. بس ايه، انت حاول وانت بتلزق دي، يعني هنفرض مثلا اللي احنا هنلزق دي اهي، هلزق دي على الاخر كده ولا امها، لا خليها على قد الازازه بالظبط. في ناس بتحب تمسك دي كده اهو، تقوم عامله كده اهو، ممكن اللزقه من جوه هنا تخبط لك هنا اهو وتعمل لك حرف ورش مشكله. فانت لا، الزقها ايه، بص قيمه كده اهو، كده هي اهي على قدها، وتشد وبعد كده بغ او حاجه تتنيها ايه الورنيش، حتى مش يخش جوه هنا، لا ده يخش لك تحت الازاز كمان، يخش لك كده اهو تحت الازاز كمان، واخد بالك؟ اهم حاجه ايه، اي طريقه ايا كانت، المهم انك ترش الشفه كلها ايه بره وجوه وكله يعني. ونشيل بقى اللزق من الورق من على العربيه بس كده. اللي حابب بقى يشوف طرق لزق ولزق الازاز واللزق المقلوب والفوم والحاجات دي، هتلاقوها ان شاء الله في قائمه التشغيل عندكم في الوصف، قائمة تشغيل خاصة باللزق بقى، واحنا بنلزق ازاي. واللي حابب يشوف الرش وكلام من ده، او البليندنج او السبوت ريبير والحاجات دي، اي حاجة متعلقة بدهان السيارات ان شاء الله برضك هتلاقوها عندكم يعني، اللي حابب يشوف. اللي عنده اي اضافة اي استفسار سيب في التعليقات، يا رب يكون في رسالة مفيد، ما تنسوناش في دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.